يا محلاها أيام الضفراء اللي قاعدين نعيشها حالياً في أرض الحدث اللي يعتبر من أكبر المهرجان والأضخم على مستوى المنطقة الغربية. مهرجان رائع، في ناس أكثر من رائعين، أتمنى أنكم تيون وتزورون هذا المكان عشان تستمتعون. سؤال الضفرة موجود في أرض المهرجان، وأنا عيسى متواجد أيضاً في أرض المهرجان عشان أسلمكم جوائزكم وأنتوا تستاهلون. حياكم الله، سؤال الضفرة أنا أسأل وأنتوا تربحون. بالاسم الكريم عبد الله الكربي. والله والنعم يا عبد الله. اسم الكريم سلطان الكربي. والله والنعم سلطان وعبد الله. ابو حميد بنسالكم سؤال، بس قبل لا نروح للسؤال بنسالكم عن المهرجان، وش رايكم في المهرجان وشو تشوفون المهرجان؟ والله المهرجان طيب وفعاليات ومزاين. ولا تزورون المهرجان بشكل يعني دائم ولا هذه اول مره؟ لا بشكل دائم ومشاركين بالحلال ما شاء الله. يلا الله يوفقكم ان شاء الله. شو رايك في المهرجان، حدثني اكثر. والله مهرجان الضفره معروف يعني له صيت في الخليج العربي كامل وغني عن التعريف، وكل سنه احسن من سنه. صحيح نعم، وهذه السنه مضبوط السنه وما عليه كلام. زين يا الكربي، خلينا نسالك يا الكربي، وسؤالك يقول الفرض تعرفه ولا ما تعرفه؟ تمر. الفرض هو نوع من انواع شو؟ التمر. تمر. تمر اكيد من التمر. اكيد من التمر نخل. أكيد يعني الفرض هو نوع من أنواع شو؟ تمر. مع أخوي معنا مثل زين، بعطيكم خيارات، تمر ولا الرطب ولا البسر؟ الرطب والتمر واحد. لا ما يصير، التمر شيء ثاني والرطب شيء ثاني. لا تمر. أنت بسرعة التمر يا جماعة الخير، ما أعطيتك خيارات تراني البسر الأحمر. تراني اسولف وياكم انا اقول لكم ما بتفوزوا، لا ابغيكم تفوزون يا جماعه الخير. لا الرطب التمر. تمر ولا الرطب؟ بعد بسطناها. الرطب. الرطب معك. اكيد؟ اكيد. نعم يا الكربي خلاص. مره. زين يا ابو حميد، وفعلا هي الرطب، ويعطيك الف الف عافيه، وهذه جائزتك موجوده وتستاهل، ويعطيكم العافيه، شكرا لكم. الله يعافيك. معاي زميلي وقدم وياي في ليوة للرطب، مهرجان رائع كان بأمانة، علي المنصوري. ولا هم بعلي المنصوري؟ نعم علي المنصوري. والنعم يا علي، علي ايش حالك؟ بخلي يعافيك علي. أنا عارف اسمك، تعرف اسمي؟ هي نعم. شو اسمي؟ عيسى. والله هي بعد تذكرني يعني، مع أنه مرت أيام كثيرة. هي نعم. زين يا علي، أشوفك ما شاء الله متواجد في هذا المهرجان، شو رأيك في هالمهرجان غير عن ليوة للرطب، ولا تشوفها نفس الشيء؟ لا والله مهرجان وايد حلو، عندك مهرجان اللبل، عندك مهرجان التمر، عندك كل شيء، مهرجان وايد حلو، مهرجان أشياء تراثية وايد. مهرجان يجمع شو؟ يجمع أشياء كثيرة وفعاليات. فعلا فعاليات كثيرة أيضا. علي يوم يسمون ولا يوم تكتمل عمر الإبل 3 سنين، تعرف شو يسمونها؟ هي نعم. شو يسمونها؟ يسمونها يا طويل العمر لقية. لقية؟ نعم. بحايل؟ لا لقية. متأكد؟ أكيد. أكيد. زين، فعلا يا علي يسمونها لقية، ويعطيك ألف عافية وشكرا على المشاركة. مشكور الثاني. شكرا لك، هذه جائزتك تفضل. يعطيك العافية، مشكور. ونشكر قناة بينونة. تعرف على اسم الكريم؟ أحمد. يا أحمد بسألك سؤال وأبغيك تجاوبني عليه، ما هو المصدر الرئيسي لمياه الشرب في الإمارات؟ تعرفه؟ المياه الجوفية. مياه جوفية. غلط يا أبو الشاب، مشكور، يعطيك العافية. تعرف على اسم الكريم؟ مبارك العامري. والله والنعم يا مبارك. مبارك بسألك سؤال وأبغي منك جواب. تمام. زين، ما هو المصدر الرئيسي لمياه الشرب في الإمارات؟ تعرفه؟ الأمطار. غلط يا أبو الشاب، يعطيك العافية. شكرا لك.
شباب عندي لكم سؤال من الماء والكهرباء ويقول خلونا نتعرف على سامي. حميد النعيمي. والنعم. مصبح الشامسي. والنعم يا مصبح. يقول ما هو المصدر الرئيسي لمياه الشرب في الإمارات؟ أظن المياه الجوفية. شو تقول أنت؟ نفس الإجابة. الجوفية؟ الجوفية. يعطيكم العافية شباب. إجابتكم غلط. يعطيكم العافية. شكرا لكم. عليك والله ينكفوا ما شاء الله عليك حتى ما اعطيت الخيارات فعلا هي المياه المحله يعني تحليه المياه ابو حميد تستاهل كوبون مقدم من ابو ظبي مول زين بقيمه 1000 درهم يعطيك العافيه شكرا لكم حياكم الله الشباب لا ما عليك وياك كلكم بتقاسمون أيام مهرجان الظفرة قاعدة تمر وحلقتنا اليوم انتهت عشان كذي ندعوكم أنكم تيون وتزورون وتعيشون هذه التجربة إن شاء الله يجدد لقانا باكر وفي أمان الله.